النهائي في البطولة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم. وفريق الكاميرون بيدخل ورصيده 3 نقاط وخلاص ضاعت آماله في الحصول، إلا طبعا لو النهاردة بقى حصلت مفاجأة من المنتخب المغربي وتساوى 3 فرق بفوز المغرب لا قدر الله. ولكن الكاميرون فاز على المغرب 3-1 واتهزم أو خسر من مصر 3-1، وأيضا الكونغو الديمقراطية خسرت من المغرب 3-0 ومن مصر 3-0 وضاع أملها نهائيا في التأهل. طبعا الكاميرون ومصر والمغرب لديهم الحظوظ المتساوية تماما، ولكن طبعا منتخبنا بتألقه على الكاميرون في الفترة أو في المباراة الأخيرة 3-1 بتديله الأفضلية أو التأهل إن شاء الله لبطولة كأس العالم. عودة سريعة كده للمباراة وفي النقطة الثالثة ليها وبإرسال ساحق ولكن خارج الملعب من فريق الكونغو الديمقراطية واللاعب رقم 1 مايولا جون، ينتقل الإرسال لفريق الكاميرون. وطبعا عارفين فرق الكاميرون كلها بتتميز بالقوة البدنية زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، وادي إرسال فلوتر سريع واستقبال على سن الشبكة مزنوق كده بيرفعه، ولكن حكمنا الدولي وليد الخشن بيحسب كرة محمولة على معد الفريق رقم 8 ليمبا سيدريك من الكونغو الديمقراطية. وما زال الإرسال مع ستيفن رقم 9 من فريق الكاميرون، إرسال سريع مع الوزب ولكن في الشبكة، ينتقل الإرسال مرة أخرى لفريق الكونغو. هل بقى المباراة هتقدم لنا النهاردة مستوى فني يرتقي لفنيات العالية للقارة السمراء في الكرة الطايرة وبالأخص فريق الكاميرون، ولا هتمشي على وتيرة واحدة تفوق من الكاميرون حتى الآن 4-2 والإرسال مع كونغو وإرسال كده من تحت الشبكة بغرابة شديدة تدل على اللي بنقوله لحضراتكم إن فرقة الكونغو جاية للمشاركة، واللاعب رقم 8 سنتر بلوك موكابا لعب كده إرسال غريب الشكل وطلع خارج الملعب. كاميرون وإرسال فلوتر مع الوزب سائط كده واستقبال خاطئ، ولكن برضو نفس الخطأ من معد الفريق وإشارة واضحة جدا للحكم الدولي وليد الخشن بكرة محمولة فعلا كانت مزنوقة شوية على الشبكة وحاول يتصرف فيها ولكن بنفس الخطأ. و6-2 وأدي بقى الوتيرة اللي بنقول عليها اللي هتمشي عليها المباراة، تفوق من الكاميرون مع البداية. تاني إرسال واستقبال جيد المرة دي وفي مركز 2 وإسقاط كده بدربكة في حوات الصد الكاميرونية، شايفين الراجل رقم 11 ده ديفو سيبونساين جسمه ما شاء الله قوي جدا. طبعا الحاجة اللي بتميز أسود الكاميرون منذ التسعينات فرق بتبقى قوية جدا في البنيان الجسدي زي ما شايفين، وبتفرق بقى المهارة، ولكن هم في الفترة الأخيرة قدروا يعدلوا نفسهم بالاحتراف في الصفوف او في الدوري الفرنسي، اداهم شويه كده افضليه في المهارات واللي بيها قدرت تتفوق الكاميرون في بطوله الالعاب الاخيره بتونس وكسبت بطوله الالعاب الافريقيه. ارسال مع الكونغو كاندي رقم 10، ارسال مع الوزب سهل قوي يا كاندي واستقبال جيد واكتر من رائع، وكره من منتصف الشبكه بيطلع لها بدري كده رقم 11 ديفو سيبونساين ولكن بيسقطها من حائط الصد الثنائي الكونغولي. 7-4 زي ما شايفين فرق 3 نقاط مريح شويه فرقه الكاميرون وحاسه ان المباراه في متناول ايديها، وادي ارسال قوي واستقبال جيد ومركز 4 وضرب في حوائط الصد ولكن في ملامسه للشبكه بيشير اليها الحكم الثاني الدولي حداد ادريس من المغرب، بيعاونه طبعا اماني محمد للتسجيل ومسجل مساعد منير كابتن منير وسماح عبد الغني اللوحه الالكترونيه. وادي ارسال خططي كده واستقبال كان خاطئ شويه وترجع الكره سهله في ملعب الكونغو فعلا وفي مركز 4 وبيضرب في حائط الصد ولكن حائط صدر جيد، حائط صد جيد المره دي من اللاعب رقم 11 ديفو سيبونين وهو اللي واضح حتى الان في صفوف الفريق الكاميروني. وقت المستقطع الفني الاول وتقدم 3 نقاط لفريق الكاميرون 8-5. أكيد تعليمات المدير الفني الكونغولي بيظبط الكرة الأولى بقى ويحاول كده يشتغل على أطراف الملعب شوية من مركز 4 ومركز
2 مع دخول للسريع عشان طبعا يفك طلاسم حوائط الصد الكاميرونيه، وهنشوف هيجيد فيها ولا لا. واكيد طبعا فريق الكاميرون هياكد اكتر بارسال قوي عشان يبوظ على فريق الكونغو الديمقراطيه، يبوظ عليها الاستقبال ويريح نفسه من البدايه. طبعا كلا المديرين الفنيين وتعليمات اكيد واضحه مع بدايه اللقاء، وكله عايز يقتنص 3 نقاط املا من الكاميرون على حدوث مفاجاه في مباراه مصر والمغرب وتساوي 3 فرق او على الاقل حصوله على المركز الثاني، وطبعا ليتاهل بقى في بطوله كاس العالم. وادي ارسال سريع اهو، استقبال معقول وفي مركز واحد وضرب خلفي في اخر ملعب الكاميرون ونقطه مباشره، وبكده يقدر يكون هرب المدير الفني لفريق الكونغو اوكاندا، قدر يهرب من حوائط الصد واستخدم المناطق الخلفيه للهجوم. ارسال كاتومبي، ارسال سهل جدا يا كاتومبي، وادي اسقاط كان واضح قوي من تحت الشبكه شويه ولكن مشيت الكوره ونقطه مباشره للكاميرون. ديفو على الارسال، سيبوين ارسال بطيء قوي يا ديفو، استقبال جيد ومن منتصف الشبكه ولكن اختار الضرب خارج الملعب للاعب رقم 3 موكابا من فريق الكونغو الديمقراطية، ويتسع الفارق ل4 نقاط، 10 الكاميرون 6 الكونغو، وما زالت المباراة ضعيفة أو متوسطة المستوى. إرسال تاني سهل واستقبال خاطئ ودربكة كده في ملعب الكونغو. طبعا بننقل لحضراتكم الواقع اللي قدامنا، وعايزين بقى فنيات كده نرتقي فيها بالحديث مع حضراتكم وتوضيح مزيد من الخطط الهجومية أو الدفاعية، ولكن حتى الآن المباراة بوتيرة واحدة، إرسالات من الكاميرون واستقبال خاطئ من فريق الكونغو وعودة للقاء. وادي هنا في تايم أوت كان طلبه فريق الكونغو، 6 الكونغو 11 الكاميرون، ما زال مسلسل نزيف النقاط لفريق الكونغو عن طريق الكرة الأولى أو الاستقبال الغير جيد والغير متقن، وأيضا الضرب الغير فعال أو الهجوم الغير فعال من على مراكز الشبكة. ولكن فريق الكاميرون حتى الآن ما عملش أي حاجة في اللقاء أو في الشوط الأول، كل اللي بيعمله إرسال موجه أو إرسال سريع بيبوظ بيه الكرة الأولى لفريق الكونغو، وده سير المباراة حتى الآن. هل بعد انتهاء الوقت المستقطع ورجوع الفريقين للمباراة هنشوف بقى هل تقدم من فريق الكونغو ويعدل كده من صفوفه ومن خطوطه وهيبدأ كده يدخل في الأجواء ومستنيينه عشان المباراة تبقى حماسية أكتر، ولا الكاميرون هيكملها على نفس الطريقة؟ طبعا بنذكر حضراتكم بقى بمباراة مصر والمغرب وهي المباراة الختامية والنهائية ومباراة بطعم الذهب طبعا والتأهل لبطولة العالم. وادي ارسال سائط وزي ما قلنا نفس الاخطاء بنفس الشكل ودون تعديل من فريق الكونغو، و12 6 يتسع الفارق ل6 نقاط. ما زال الارسال مع ديفو سيبونين، ارسال سريع واستقبال جيد المره دي ومنطقه خلفيه، وده الضارب الوحيد بقى اللي حقق حتى الآن 2 نقطة في فريق الكونغو، اللاعب رقم 10 كاندي ضرب كرة كده من المنطقة الخلفية مرة في مركز 1 ومرة في مركز 5 وقدر يجيب بيهم 2 نقطة لفرقته. 7 الكونغو 12 الكاميرون. إرسال ليمبا سيدريك، إرسال سهل واستقبال صوابع كده سهل ومنطقة خلفية من الكاميرون، ولكن ملامسة لحوائط الصد شايفينها كلكم وبيشير إليها الحكم الدولي الرائع وليد الخشن. يرجع الإرسال ليوندي، إرسال مع الوزب سريع ولكن في الشبكة، مالكش أي مبرر لضياع الإرسال يا ليوندي، بيعاتبوا عليها كده مدربه شوية، ولكن طبعا في النهاية هي نقطة لفريق الكونغو الديمقراطية. مايولا جون على الارسال وارسال مع الوزب ولكن بطيء قوي واستقبال جيد وفي مركز 2 وضرب في العصا الهوائيه، وطبعا عارفين بقى حضراتكم العصا الهوائيه هي حدود خارج الملعب، ملامسه الكره ليها بيعني خطا مباشر يحتسب الحكم على فريق الكاميرون. وما زال الارسال مع جون مايولا،
بيلعب ارسال مع الوزب ولكن كده سوفت شويه او سهل شويه، والمره دي تقل ايديه شويه، هو الاستقبال كان خاطئ وهترجع سهله، وبيعمل جامب اي حاجه كده ودربكه في ملعب الكونغو، ومن مركز اربعه وبيعمل اسقاط ولكن اراها كويس رقم واحد ادم ابراهيم، وتاني من مركز اثنين ضرب واختيار صعب جدا في الزوايا الحاده، واول نقطه بقى نحس ان فيها كده طعم الفنيات العاليه شويه، بص الراجل على سن الشبكه وشاف دبل بلوك وضرب كره في زاويه حاده. ما زال الفارق 5 نقاط، 14 الكاميرون 9 الكونغو، وادي استقبال معقول وفي مركز اربعه تاني، ولكن دفاعات جيده من ليبرو الفريق رقم 14 مانا ييفيس، وبدون تغطيه مباشره من زمايله بيخسر الكاميرون نقطه مباشره. نازل كاتومبي رقم 12 على الشبكه، لاعب طويل القامه ما شاء الله وبنيان جسماني قوي، وادي ارسال سهل جدا ايزي يعني ما يتلعبش في فرق ناشئين في القاره السمراء، ولكن بيسهل طبعا الهجوم وبيسهل الاداء لفريق الكاميرون، ونقطه مباشره بضرب ساحق قوي من مركز اربعه. مانجا اونانا على الارسال لاعب رقم 10، وارسال سريع مع استقبال جيد واعداد في مركز اثنين، ولف بقى من حوائط الصد، وتاني كره نحس فيها برضو بالجمل التكتيكيه او الخططيه او المهاره العاليه للاعب رقم 10، زي ما هرب بكورتين من المناطق الخلفيه وضرب في مركز واحد ومركز خمسه، هرب ايضا من حوائط صد متقنه لفريق الكاميرون وضرب كره كده في اللاين بنقطه مباشره. 11 خمسة، وادي سبايك سيرف او ارسال مع الوزب، يعتقد لاعب الكاميرون انه هيبقى قوي ولكن بيعمله باسقاط كده بنقطة مباشرة، و12 15 وبدا يفقد الكاميرون تقدم النقاط اللي كان وصل ليه 6 نقاط، ولكن الان 3 نقاط فقط، وطبعا الكاميرون محتاج لكل نقطة لان هيبقى في تساوي معاه ومع الفرقة الخسرانة النهاردة، وهي ان شاء الله كده تكون مصر الفايزة والمغرب والكاميرون بقى يلعبوا على المركز الثاني او يعملوا حسبتهم مع بعض على المركز الثاني. والوقت المستقطع الفني الثاني و16 12، وشايفين الكاميرون بيتعامل مع المباراه بسهوله قوي وبوضوح وما عندوش اي عقبات غير بس المتابعه من اعضاء الفريق لكره ممكن تكون مضروبه هجوميه قويه، ولكن طبعا سوء المتابعه حصلت معاهم في كورتين، والكونغو الديمقراطية حتى الآن ما عندهاش معالم واضحة للهجوم، ولكن اللاعب رقم 10 كاندي هو عنصر الإجادة والتألق حتى الآن في صفوف الكونغو الديمقراطية. ينتهي الوقت المستقطع الفني الثاني، وما زال التقدم كاميروني ب 16 12 لأسود الكاميرون، وبننتظر مع حضراتكم ومع شاشات قناة النادي الأهلي النادي القرن النادي العريق، بننتظر مزيد من الإثارة والمتعة داخل أجواء اللقاء، ولكن حتى الآن مباراة سهلة من الطرفين، سهلة في الإجادة والمكسب من الكاميرون، وسهلة في ضياع النقاط من الكونغو، واستقبال وعكس الملعب، وادي اللي بيدور بقى على اللاعب رقم 10 اللي راح كده واتمسك بدبل بلوك للاعب رقم 6 و11 لباسوكو كيفن وديفو سيبونين، والاثنين اخذوا حائط صد وبيعملوا بقى الحركة الشهيرة بتاعتهم بتاعت منتخب الكاميرون او الاسود الكاميرونية لما ياخدوا حائط صد كده، ويمكن بيدوا اللقاء شوية حلاوة وحماس، وارسال تاني هو ساحق ولكن قوي جدا خارج الملعب، لعب كده هو نازل لاعب رقم واحد آدم إبراهيم، تلتاشر الكونغو 17 الكاميرون، كويندي رقم 4، إرسال سهل واستقبال جيد وبيعكس الملعب، ولكن كرة دبل أو كرة ملامسة لإيديه كده مرتين، وفعلا بيشير الحكم الدولي وليد الخشن للخطأ، اتردد فيها شوية معد الفريق رقم 2 ليندوي، والكرة كده عملت دبل في إيديه أو لمست إيديه مرتين. إرسال تاني سهل بيلعبه موجه على اللاعب مركز أربعات عشان يعطله، ولكن هنا برؤية عالية قوي بيجي رقم 6 باسوكو
كيفن وبيسقط كره من حائط صد الثنائي من فريق الكونغو، بيحقق بيها نقطه مباشره لفرقته وتقدم 18-14. اربع نقاط كفيله لان الكاميرون ينهي الشوط الاول، بالاخص ان الاداء زي ما قلنا سهل جدا بالنسبه للكاميرون في المكسب، ولكن ما زال بيضيع برضو نقاط سهله في ارسالات غير مبرر ضيعها. والكونغو لم يرتقي حتى الان لمستوى الاداء او الاجاده، ولكن عنده اللاعب رقم 10 بداوا يدوروا عليه بقى ويرفعوا له الكرات من جميع المراكز، وهو يعتبر المان التكر بتاعهم، بيلعب مركز اثنينات. وادي هنا اسقاط، ولكن في لمس شبكه انا شايفه على المعد الكاميروني، وفعلا الحكم الثاني مدي اللمسه على المعد الكاميروني، ولكن الحكم الاول طبعا اشارته هي اللي بتمشي واداها للكاميرون. القرار الاول والاخير للحكم الاول، وهو شايف ان اللمس حصل من حائط الصد مش من المعد الكاميروني. 19 الكاميرون 15 الكونغو، وارسال سهل جدا واستقبال ولا اسهل، وتاني حائط صد اهو من اللاعب رقم 10 ودربكه وحسب دابل على فريق الكاميرون، كره محموله. واستقبال جيد ومن منتصف الشبكه، ودفاعات جيده المره دي لفريق الكونغو، وتاني كده اهو وضرب من الاماكن الخلفيه او المناطق الخلفيه، ومحاوله من ليبرو الفريق الكونغو الديمقراطيه، ولكن محاوله غير ناجحه للحاق بالكره. يرجع الارسال مع الكاميرون واللاعب رقم 2، واربع نقاط زي ما قلنا هي اللي بتفصلنا او هي الفارق ما بين الكونغو و الكاميرون حتى الآن، وكرة من منتصف شبكة ودفاعات كده على استحياء من ليبرو فريق الكاميروني، وفي تصادم سلامات للاعبين وقاموا الاثنين الحمد لله بالسلامة. وادي إرسال خارج الملعب. والارسال مع الكاميرون، وما زال الفارق اربع نقاط 21-17، محافظ عليهم فريق الكاميرون. ارسال خارج حدود ملعب الكونغو ونقطه للكونغو. بيرجع اللاعب رقم 3 موكابا. ملوش اي تصنيف على القاره السمراء المنتخب الكونغو الديمقراطيه، ولكن ناخد بالنا عنده فريق للكره الطائره الشاطئيه جيد جدا، وبيستعد للتأهل لأولمبياد طوكيو، ودخل المرحلة الثانية داخل بثلاث فرق قوية جدا في الكرة الطائرة الشاطئية، هو وموزمبيق كمان عندها فرق قوية جدا في الكرة الطائرة الشاطئية، وأوغندا أيضا وجنوب إفريقيا، أربع فرق ممكن ما يكونش تصنيفهم في الكرة الطائرة الصالات، ولكن ليهم تصنيف في الترتيب العالمي للكرة الطائرة الشاطئية، وبيستعدوا كلهم مع منتخبنا منتخب القومي المصري للدخول في تصفيات أو التصفية الثانية لنهائيات الوصول لطوكيو. طبعا عارفين دلوقتي أملنا الوحيد بقى في التأهل للكرة الطائرة هي الكرة الطائرة الشاطئية، بعد إخفاق كده الفريق الأول في التأهل لأولمبياد طوكيو. وقت مستقطع بيطلبه فريق الكونغو، 18 الكونغو 22 الكاميرون، ورايحة أو رايح الشوط الأول لنهاياته. طبعا نتائج الفريقين عارفينها حضراتكم، فريق الكونغو خسارة مبارتين ودي المباراة الثالثة ليه، وملوش أمال في التأهل ليه كأس العالم. أما فريق الكاميرون فيبقى له أمل أو اثنين، سواء في تغير نتيجة المباراة النهاردة وتساوي الثلاث فرق في نتائج المباريات، أو فوز مصر إن شاء الله وتساوي بقى مع المغرب في حالة فوزه النهاردة 3-0، هيتاخد كده صاحب المركز الثاني. إرسال عادي واستقبال جيد ومنتصف الشبكة اللي هيبدأ يشتغل كتير، لو الاستقبال اتحسن عند الكونغو هيتعبوا قوي فرقة الكاميرون من منتصف الشبكة، وبالأخص اللاعب رقم 12 بينط عالي ما شاء الله وبيضرب كرة قوية في منتصف ملعب الكاميرون.
يعود الإرسال ب 19 الكونغو، 22 الكاميرون مع اللاعب رقم 10 كاندي. إرسال سهل واستقبال جيد وفي مركز 4، ولكن طلع بدري كده وعمل إسقاط، كان مقري شوية من دفاعات الكونغو. أدي حائط صد ودفاعات أيضا وتغطية جيدة من الكونغو، تاني حائط صد من المتميز المتألق ديفو سبنين رقم 11، قوي البنيان وبيطلع عالي وبيحط ايديه جوه وياخد نقطة مباشرة في حوائط الصد. يرجع الإرسال مرة تانية لفريق الكاميرون ويفصلنا عن اللقاء نقطتين، عن الشوط الأول عفوا نقطتين، وإرسال مع الوزب قوي جدا واستقبال على سن الشبكة ما يعرفش يقتنصها فريق الكاميرون، ولكن يعدل أخطائه بقى وياخد النقطة مباشرة. اللاعب رقم 11 ديفو سيبونين، و 24-19 ونقطة واحدة للفوز بالشوط الأول. ما زال الإرسال كاميروني مع آدم براهيم، وآدي إرسال قوي ونفس الخطأ برضو ويحط كده إسقاط باسكو كيفن، وينتهي الشوط الأول مع انتظار بقى استئناف اللقاء وفوز للكاميرون 25-19. اللقاء والصوت الثاني بنتابع كده مع حضراتكم ونسرد النتائج. عندنا مصر لعبت مباراتين مع الكونغو والكاميرون، فازت في اللقاءين 3-0 و3-1 وعندها 6 نقاط. استئناف اللقاء والصوت الثاني في المباراة وفريق الكاميرون والكونغو الديمقراطية، كنا بنقول لحضراتكم النقاط وترتيب كل الفرق. 4 فرق اشتركوا في البطولة للتأهل لبطولة كأس العالم، منهم مصر والمغرب والكاميرون والكونغو الديمقراطية. مصر في الترتيب ب6 نقاط وضمنت التأهل إن شاء الله، والنهاردة المباراة النهائية بقى بطعم الذهب. أما المغرب والكاميرون لديهم 3 نقاط ومنتظرين لقائهم الثالث مع الكونغو، ولو الكاميرون فاز يبقى 6 نقاط، والمغرب النهارده لقائه الثالث مع مصر، ولو فاز يبقى 6 نقاط، يبقى كده تساوي للثلاث فرق. ولكن بقى النهارده ان شاء الله الافضليه تكون لمنتخبنا الوطني، اللي بنذكر حضراتكم ان المباراه هتكون الساعه 7 في مجمع الصالات باستاد القاهره. استئناف للقاء وسافرت الحكم الدولي وليد الخشن، وارسال كاميروني على ليبرو الفريق، ولكن هنا بدربكه كده يعمل حائط صد رقم 1 ادم ابراهيم، ولكن نقطه في الشوط الثاني لفريق الكونغو 1-0. هل في تعديل في صفوف الكونغو او الكاميرون، او تعديل في المهارات بقى اللي هيلعب بيها فريق الكونغو يعدل كده نتيجته؟ ولكن حتى الان لسه ما بانش اي حاجه، وادي هنا حائط صد كده بدربكه غير متقن وبخطوات خطأ تماما، بتاخد الكرة ايد رقم 12 كاتومبي وتنزل في ملعب الكونغو. ارسال كاميروني مع ستيفن، ارسال مع استقبال غير متقن ودربكة، وترجع الكرة سهلة كده كيجي وان في ملعب الكاميرون، واول جملة او اول تركيبة هجومية بيعملها فريق الكاميرون بدخول 2 سريع وعكس الملعب في المنطقة الخلفية في مركز 6، وكانت جملة جيدة وحققت نقطة مباشرة بشكل رائع لفريق الكاميرون. ما زال ستيفن على الإرسال، وإرسال أيضا صائت واستقبال كده بإيد واحدة ولكن متقن، وإسقاط تاني راها على طول ليبرو الفريق الكاميروني دي بويفو، وتاني أهو بدربكة حتى الراجل مش قادر يجري للكورة وأساء التقدير فيها معد الفريق رقم 8 ليمبا سيدريك.
وشايفين بقى المدير الفني اوكاندا ومساعده فيدو نيمبوزو بيحاولوا كده يحفزوا لاعبتهم، ولكن طبعا هيجيب منين. وادي هنا استقبال خاطئ، طالما الكره الاولى بايظه عند الفريق خلاص ما نستناش منه اجاده زي ما احنا شايفين كده. وادي هنا بقى بدا يتالق فريق الكاميرون ويعكس كرات كده بصوره استعراضيه شويه، هل هتكلفه المزيد؟ ولكن فريق الكونغو مش مساعد نفسه، حتى اخطائه سهله جدا وساذجه جدا داخل حدود ملعبه، ما بتؤهلوش طبعا للتفوق على فريق الكاميرون، ولكن هو بيحاول برضه. وطبعا روح الكفاح اللي بيأدي بيها ممكن تكون كفيله لعودته للقاء، ولكن بشرط انه يحافظ على كل نقطه. يرجع مايولا جون على الارسال، كابتن التيم للكونغو الديمقراطيه، من تحت الشبكه ارسال يعني نقول عليه هزلي شويه ولازم يتعاقب عليه طبعا، ويتحرم النهارده بقى من العشاء ولا ايه، بس طبعا لازم يستوعب ان هو بيلعب في بطوله افريقيه مؤهله لكاس العالم، يعني ارقى مستوى او اعلى مستوى، اكيد هيتعلم الدرس ده كويس. ارسال تاني مع استقبال معقول، وفي مركز اربعه خلاص حفظنا الاداء. وادي هنا تاخير رائع جدا لفريق الكاميرون، وكره كده بترجع سجال بين الفرقتين ومن منتصف الشبكه يشدها في مركز اربعه، ولكن مأخر كويس قوي ستيفن رقم تسعه في الكاميرون، وعامل دفاعات عميقه قويه جدا لفريق الكاميرون، وبدات النقطه دي فيها رالي حلوه قوي، وفي النهايه هي بلوك او حائط صد لادم ابراهيم رقم واحد من فريق الكاميرون، وبدا فريق الكاميرون بقى يصحى ويشجع نفسه ويتسع الفارق لاربع نقاط 6-2 حتى الان في الشوط الثاني. ارسال سريع مع استقبال متواضع جدا وفي مركز اثنين وضرب قوي ساحق، ولكن دفاعات الكاميرون صاحيه حتى الان ومش عايزه تتنازل عن التفوق والتقدم، عندها بقى خلفيه ان كل نقطه هتفرق معاها، والمره دي خدت حوائط الصد كده وطلعت. وادي انفعال من مدرب الكونغو الديمقراطيه، ولكن طبعا هو انفعال غير مبرر وبيحاول كده يصح بيه بس فرقته، ودي الفارق لثلاث نقاط، هل هتحصل صحوه في فريق الكونغو الديمقراطيه؟ وادي من نص الشبكه وفعلا رقم 14 ده بقى الوجه الجديد اسامبا ايني اللي نزل في فرقه الكونغو الديمقراطيه وحقق فارق كده وبحماس عالي قوي بيسخن فرقته، ويمكن دي هتبقى الشرر بقى اللي هيطلق بيها فرقه الكونغو مهاراته ودفاعاته المتالقه، ومن مركز اربعه وخارج الملعب، ولكن زي ما قلنا ما بيساعدش نفسه فرقه الكونغو، وباخطاء سهله وساذجه بيخسر النقطه بلمس شبكه للاعب رقم 10 المتالق كاندي، ولكن المره دي انتقال للارسال مع فريق الكاميرون. 7-4 حتى الان في الشوط الثاني، وما زلنا منتظرين صحوة الفريق الكونغولي اللي بدأ فعلا يفوق، ولكن عنده بعض الأخطاء كده لو اتصلحت هناخد لقاء جيد وممتع ومثير من الفرقتين من القارة السمراء أصحاب البشرة السمراء، فريق أسود الكاميرون والكونغو الديمقراطية. مزيد من التعليمات للمدرب أوكاندا وفيدو نيمبوز وميميش من الكونغو الديمقراطية، بيصحوا بيها الفرقة على الأخطاء البسيطة اللي بتحصل من لمس شبكة أو ضياع إرسال أو سوء استقبال، ولكن لو عدلوا الكلام دوت هنلاقي مباراة فعلا قوية ترتقي لمستوى الأداء الإفريقي اللي تميز في الفترة الأخيرة بظهور فرق عديدة لها مستويات عالية، وطبعا الكاميرون كان حاصل على الألعاب الإفريقية الأخيرة وكان دخل كده بترتيب عالي في البطولة الإفريقية، وكان داخل ينافس على التأهل للأولمبيات، وهو فريق قوي ومحترم طبعا في القارة السمراء وله تاريخ عالي تساويا مع الجزائر في الحصول على البطولة الإفريقية مرتين. انتهاء الوقت المستقطع الفني الأول، والفارق 4 نقاط 8 الكاميرون 4 الكونغو الديمقراطية. مايولا جون على الإرسال بيلعب سبايك ولكن في الشبكة، ده آدم إبراهيم عفوا، إرسال في الشبكة يا آدم. يرجع كاندي على الإرسال الكونغو، هتعمل ايه يا كاندي؟ كان ضارب 3-4 كور كده حلوين في الشوط الاول،
ولكن هل عنده اداء تاني؟ وادي ارسال فعلا بنقطه مباشره ويخدمه فيها الحظ شويه الراجل المتالق رقم 9 ستيفن من الكاميرون. كره تاخد ايديه كده وتنزل في جسمه، ولكن كان دي بقى محظوظ طبعا، وبقى هو فتى الشاشه دلوقتي لفريق الكونغو الديمقراطيه. تاني كاندي على الارسال، شايفينه كده بيجهز وهيضرب ارسال مع الوزب قوي، وفعلا واستقبال متقن المره دي بيعوض بيها بقى كاندي. وادي تاني حائط صد، الراجل ده كان متساب بره ليه؟ 14 اسامبا ايلي اللي كان قاعد بره في الشوط الاولاني ما شفناهوش، لكن شوفوا ما شاء الله بنيان قوي وبنيان جسماني واطراف طويله ولاعب متميز، وخد بلوكين او حائط صد قوي مرتين من فريق الكاميرون يفوق بيها فرقته، واول مره يتقارب الفارق لنقطه واحده. وادي تاني كاندي اهو واستقبال خاطئ وبيطلع يطمع بقى فيها، لكن الكره عندك تعالى رايح فين؟ يمسكها على طول وليد الخيشن، الراجل ده ما بيضحكش عليه، كره في ايد حائط الصد وفي ملعبك رقم 4. حب يخطف كده الكاميرا ويخطف الكابتن وليد الخيشن، ولكن بقى قفشه على طول، ترجع تاني هيل الكاميرون، وكره سريعه واستقبال جيد، وفائت فرقه الكونغو، فائت والله، وهتتعب الكاميرون لو استمرت على كده. وادي تاني اهو كره سجال ومنتصف الشبكه. طبعا ده خطا من المعد لانه اساء تقدير التايم اللي يرفع فيه، كان معاه سنتر بلوك عالي وكانت الشبكه مفتوحه، كان لازم يدخل سنتر بلوك من منتصف الشبكه ويفتح الاطراف مركز 4 او المنطقه الخلفيه، ولكن كلفته حائط صد واتساع للفارق 10-7. وادي اهدار ومزيد من الاهدار من لاعبي الكاميرون بكره خارج حدود الملعب. كينجو باسكو رقم 6 هو حاطط شارة الكابتن كده تحت الرقم بتاعه، لكن عندنا هنا الكابتن هو آدم إبراهيم رقم 1 لفريق الكاميرون. وادي كرة كده بريست الإيد حلوة قوي، فيها إتقان لمهارات فنية عالية من اللاعب ستيفن، وخلي بالكم اللاعب ده هيكون ليه شأن بعد كده في منتخبات الكاميرون، لأنه طبعا لاعب صغير السن مواليد 2001. وادي ارسال سريع واستقبال غير متقن، ومنطقه خلفيه للنجم بتاعهم بقى كاندي، وترجع تاني اهو وهيشدها فين واديها له تاني، وبيضرب في الزاويه المره دي، ودفاعات قويه من الكاميرون، المباراه بقت حلوه، ولكن يرجع تاني باخطاء سهله وساذجه من باسوكو كيفن كينجو. وتسعه الكونغو 11 الكاميرون. على الارسال النجم المتالق اسامبا اللي اخذ بلوكات، ولكن ارسالاتك ضعيفه قوي يا اسامبا، وتاني في مركز 4 وحائط صد، والراجل عدى بقى، عدى مش الحدود الكاميرونيه، عدى تحت عند الكونغو كده وقعد معاهم شويه شرب شاي، وكان هيعور الراجل، ولكن الحمد لله سلامات اهو بيتالم شويه بس ان شاء الله يقوم سليم. كان مندفع كده في الكره اللي اترفعت له مركز 4 كانت قصيره شويه بوش باس، فعدى من تحت الشبكه. وطبعا بقى وجود الحكام هو في المقام الاول للحفاظ على سلامه اللاعبين، وحسب خطا مباشر على طول على فريق الكاميرون. الكونغو 10 الكاميرون 11، ولازم مدرب الكاميرون البرت لتوانج يعرف ان منحنى او المنحدر بتاع فرقته بدا يهبط وتقارب المستوى كده. وادي كره هنا فيها دربكه ولكن هترجع سهله، وتاني ومعاه حائط صد قوي خلي بالكم، وهنشوف كده في مركز 4 وفيها ملامسه، فعلا قرار سليم فيها ملامسه لحائط الصد، وكره حسابها داخل الملعب. 12-10 وما زال الفارق نقطتين، هل بقى هتقدر فرقه الكونغو الديمقراطيه تقليص الفارق والعوده للقاء والفوز بالشوط الثاني، ولا يحصل ايه؟ متابعين مع حضراتكم على شاشات قناه النادي الاهلي، نادي القرن، النادي النسر المحلق عاليا في سماء الاعلام المصري والرياضه المصريه. تاني اهو بترجع بدربكه ورفع كده من المناطق الخلفيه وحائط صد قوي ودفاعات، وتنزل بنقطه بايلاك على اخر الملعب بعد اقتدار من مانا يفيس وتوفيق عالي قوي من ربنا، الكره كده بيعمل عليها تراي وتنزل كله بيتفرج عليها، وتنزل في اخر نص متر كده في ملعب
الكونغو، ويتسع الفارق مرة تانية لثلاث نقاط، ونقاط سهلة جدا بيزعل عليها أوكاندا المدير الفني للكونغو، مع استقبال خارج الثلاثة متر وتتشد عابرة للقارات في مركز أربعة، ولكن اختيار الضرب في الشبكة ليريح الجميع وينهي النقطة لصالح الكاميرون. يتسع الفارق مرة أخرى، بتهيألي كده هو متأخر في الوقت المستقطع بعد نزيف وإهدار النقاط، وكانت فرقته بدأت تتساوى مع فريق الكاميرون، ولكن هداروا أربع نقاط ما لهمش أي حل. وأدي كرة هنا من فوق حوائط الصد للاعب رقم 10 كاندي اللي بيجيب نقطة مباشرة وبيحقق بيها التألق الشخصي لنفسه، ولكن لسه طبعا ما حققش الفارق لفرقته. الكونغو ارسال عالي وسهل واستقبال جيد ومنتصف الشبكة، ولكن دفاعات مستميتة وقاتلة من فريق الكونغو، وتاني في مركز اربعة بريست الايد كده وياخدها تاني. قلتلكوا الراجل ده يكون ليه شأن كبير، ادم ابراهيم وستيفن رقم 9 في صفوف الكاميرون، نخلي بالنا منهم كده ونتابعهم على المراحل السنية اللي جاية، هنلاقي ليهم ان شاء الله وصول لفريق الكاميرون لامكانياتهم المتميزة في الاداء داخل الملعب. وارسال سريع واستقبال على 3 متر وتاني في مركز 4. شايفين اهو الراجل بيبص لحوائط الصد ولقى الكره بره الشبكه بيضرب بس ايديه، يعني عنده حاجات فعلا هتاهله ان هو يكون لاعب متميز. 12 الكونغو 15 الكاميرون، والارسال كاميروني واستقبال جيد ومركز 2 وفي حوائط الصد، ولكن دفاعات جيدة من لينودي وترجع تاني سهلة، وفريق الكونغو بيقلب الملعب بحائط صد فردي، ولكن الراجل هنا بصعوبة شديدة بيضرب كرة في زاوية حادة ملهاش أي معنى ولا أي مبرر، يخسر فريقه نقطة ويتسع الفارق لأربع نقاط، 16 الكاميرون 12 الكونغو، والوقت المستقطع الفني الثاني، ونرجع نقطة ومن أول السطر، وهيعيد بقى أوكاندا قصته من جديد بعد ما فرقته كانت بدأت تقرب شوية بشوية لفريق الكاميرون، بعد الثاني بإهدار المزيد من النقاط السهلة، ولكن هنشوف تعليماته بعد انتهاء الوقت المستقطع. منتظرين كده أداء رائع من فريق الكاميرون ومزيد من الروعة من فريق الكونغو للدخول في أجواء اللقاء، وطمع بقى للمكسب في المباراة، ولكن حتى الآن قدموا لنا في الشوط ده بعض النقاط اللي فيها تألق، ولكن مش مستمرين على أدائهم، متذبذب كده المستوى، شوية طالع وشوية نازل، وفي النهاية هو أربع نقاط فارق لفريق الكاميرون. ارسال موجه متقن من ستيفن، وده اللاعب الثاني اللي قلت لحضراتكم عليه اللي عنده رؤيه عاليه، وفعلا بياكد رؤيته بكره كده بارسال سهل ممتنع في منطقه او في احدى البقاع السحريه داخل حدود الملعب، وادي ارسال ثاني سريع واستقبال خاطئ ايضا، ويبقى عنده كده نقطتين مباشرين بالارسال ورا بعض بالرؤيه اللي بيشوفها، وادي وقت مستقطع بيطلبه اوكاندا مدرب الكونغو الديمقراطيه، واتسع الفارق بمزيد من النقاط. انا شايف اللوحه ما اتغيرتش، لكن السكور دلوقتي 18 الكاميرون 12 الكونغو، هتتعدل مع حضراتكم على اللوحه اكيد. وقت مستقطع عصبي كده بيطلبه اوكاندا، بيحاول يعنف في اللاعبين ويحثهم شوية على بذل المزيد من الجهد للدخول مرة تانية في أجواء اللقاء. لو انتهى الشوط الثاني لصالح الكاميرون، عارفين كده تلتين المباراة انتهت، وهتبقى سهلة عليهم الشوط الثالث، وهيزيد بقى من جراح فريق الكونغو الديمقراطية، ولا هيعدلوا من نتيجتهم ويفوقوا شوية ويدخلوا يعلوا الكيرف عشان يدخلوا في اللقاء مرة تانية من بداية الشوط الثالث. ما زلنا مستمرين مع اللقاء، و 18 17 الكاميرون 18 الكونغو، اظن 18 لان هو واخد نقطتين بعد التايم اوت، هو واخد نقطتين بارسالين مباشرين بعد الوقت المستقطع الفني، واظن ان هو كده 18. لازم يتم مراجعه لورق السكور او لوحه تسجيل النتائج.
هو بعد الوقت المستقطع أخذ إرسالين مباشرين من رقم 9، إرسال صائد كان في مركز 5 وإرسال على الليبرو استقبله خارج الملعب، وفعلا بيعترضوا فرقة الكاميرون على النقاط، وأنا معاهم تماما لأننا شايفين الأداء وشايفين النقاط قدام عينينا، ولكن العبرة النهائية هي بلوحة التسجيل وبورقة التسجيل أثناء اللقاء. وفعلا تعدلت 18-12، الحمد لله ان الذاكره ما خانتناش في نقطتين، واكد عليهم على طول الحكم، وبياكد هنا كابتن وليد الخشم مع المدرب ان ما فيش اعتراض بعصبيه، واداله كارت اصفر كده للانذار طبعا لانه كان عصبي شويه وكان صوته عالي، وده غير مسموح به في اروقه البطولات او الانشطه الرياضيه اللي هدفها الاساسي هو الارتقاء بالاخلاق والتعارف الجيد بين الشعوب. وطبعا هو هنا الانذار ما فيهوش عيب ولا حاجه، ولكن بيقول له خد بالك انت اعصابك فلتت، فلازم يبقى في كنترول بس او ضبط النفس. نعود بالاجواء مع طائره الكاميرون اللي ما زالت بتحلق بقى في سماء المباراه حتى الان، بفوز في الشوط الاول وتقدم في الشوط الثاني، وادي كره كانت صعبه والمعد كان من المنطقه الخلفيه، وعلى طول قلت لكم كابتن وليد الخشن بقى ما بينفعش يتعدى عليه الحاجات دي، وفعلا على طول حسب على المعد انه من المنطقه الخلفيه لانه عمل جام باص والكره عدت منه من الحافه العليا من الشبكه. ارسال رقم 4 لفريق الكاميرون، اللاعب المتميز رقم 9 ستيفن، وحائط صد قوي جدا بيطلع عليها الراجل رقم 6 بقى باسكو كيفن، وبيرحب كده مع زمايله بيحيي زمايله، ويتسع الفارق ل 20-12. واظن ان الشوط الثاني خلاص بيلملم اوراقه بقى وبيكتب اخر 5 سطور في كتاب الكره الطائره في الشوط الثاني لفريق الكاميرون بعد تألق وتفوق في الشوط الأول. وآدي ضربة ساحقة كانت في أواخر الملعب كده، كان مقدم عليها شوية الليبرو مانا ييفيس، ولكن بنقطة مباشرة لفريق الكونغو. تبديلات وتغييرات في صفوف الكونغو، بينده عليها كده أوكاندا، اللاعب رقم 4 كويندي خارج، وداخل اللاعب رقم 11 بالك. إرسال مايولا جون خارج الملعب، أخطائهم كتيرة جدا، ما بيلحقوش يدوا فرقة فرصة لفرقتهم إنها تفوق، مجرد ما لاعب بيتألق تلاقي على طول نقطة واثنين وثلاثة بيتهدروا، وده في حد ذاته بقى بيوقف مسيرة الفريق كده نحو الفوز. وادي الكاميرون بيلعب ارسال سريع مع استقبال جيد وفي مركز 2 وضرب، ولكن حواط الصد خلاص، واللاعب رقم 6 دول قال لهم مش هتعدوا كوره. باسوكو كيفن المتميز المتالق حتى الان، وبيشجع مع زمايله وبيقول لهم ما فيش كوره هتعدي من عندي، ووقف تماما اللاعب رقم 10 كاندي من فريق الكونغو الديمقراطيه. 22-13 على الورق صعب التعويض خلال الشوط الثاني، ولكن ليس مستحيل، وممكن الكونغو لو رجع اداؤه دلوقتي يبدا يدخل الشوط الثالث بكفاءه واقتدار، ولكن طبعا هو اللي في ايديه العصا وهو اللي يقدر يتعامل مع الامور دي كلها، ولكن اخطائه الكثيره الساذجه البسيطه مضيعه مجهوده ومضيعه اداء مدربه اللي متقن حتى الان، ولكن بيتعامل طبعا مع حدود الاوراق اللي موجوده عنده. شايفين اهو اداء سهل قوي خارج الملعب بارسال، يعني مش عايز اقول لك الراجل رايح باستهتار بيضيع الكوره، ومازال المدرب عنده امل برضه وبياخد الوقت المستقطع الثاني، وهو فارق نقطتين عن خساره الشوط الاول، بيحاول يفوق فرقته، بيحاول يعلي الكيرف، بيحاول يدخل في اجواء الشوط الثالث ويحافظ على بقائه داخل اللقاء. ما زلنا في انتظار استئناف اللقاء وانتهاء الوقت المستقطع الثاني اللي طلبه مدرب أوكاندا الكونغو الديمقراطية. والإرسال مع فريق الكاميرون واللاعب آدم إبراهيم. 23 الكاميرون 14 الكونغو.
ارسال قوي مع الوثب واستقبال جيد ورائع، وفي مركز اربعه في ايد حوات الصد، وادي دفاعات جيده واسقاط، ولكن في تخطي هنا، ولكن حسبوا بقى الحكم الثاني تخطي لحدود الملعب من اسفل الشبكه. ونقطه للكونغو 15-23، وفي هنا انذار كده بيشاور بيه على الساعه بتاعته، انذار اداري او تاخير اداري بسبب تعطيل اللعب لفريق الكونغو. يعني مثلا الكره جايه له ما بيخرجهاش للبوي فيدر او للي بيناولوا الكرات على طول، بيقعد يباصي الكره لزميله او حاجه زي كده، فبيضيع بيها او بيعتبر خطا اداري، بيشاور على الساعه الحكم وبيديله انذار. وادي ارسال مسقط واستقبال خارج منطقه 3 متر ومنطقه خلفيه، وطار في الهواء وضرب كره في ارض ملعب الكونغو اللاعب ادم ابراهيم. 24-15، نقطه تفصلنا عن الشوط او نهايات الشوط الثاني. باسكو كيفن على الارسال، ارسال سهل واستقبال غير متقن، اعداد اي حاجه كده، وضرب خارج الملعب، ونقطه وانتهاء للشوط الثاني نتيجه 2-0 للكاميرون. وننتظر بقى مع حضراتكم كده للاستئناف والرجوع للشوط الثالث. الصوت اشتغل. اللقاء والشوط الثالث بعد تألق وتفوق لفريق الكاميرون 2-0 حتى الآن، منتظرين من فريق الكونغو المزيد والمزيد للدخول في الأجواء وفي اللقاء، ولكن الكاميرون يريد أن يحسمها مبكرا وبكرة سريعة من منتصف الشبكة في الشوط الثالث. تألق واضح من اللاعب رقم 10 ونقطة مباشرة لفريق الكاميرون. 1-0 من مانجا أونانا، وادي ارسال داخل الملعب ياخد كده الخطوط الخلفيه للملعب الكونغو.
ليندوي على الارسال، وارسال سهل مع استقبال جيد ومركز اربعه وضرب خارج حدود الملعب تماما. قافل كويس قوي حوائط الصد الكاميرونيه. ما زال ليندو على الارسال وخارج الملعب المره دي يا ليندو. واحد الكونغو، ثلاثه الكاميرون. مايولا زون، ارسال مع الوزب وبياخد كده الحافه العليا للشبكه، ولكن استقبال جيد وبيضرب في حائط الصد اللاعب رقم تسعه ستيفن. ركبته كده كانت علقت شويه وهو بيتحرك، كانت الكره غيرت اتجاهها، ولكن سلامات يا ستيفن. انا شايف ان اللقاء مش مستحمل، واكيد مدربه لو شايف ان في حاجه هيخرجه وينزل حد بديل. لقاء يعتبر سهل ممتنع بالنسبه للكاميرون، وحتى الان هو متفوق ومتمكن من اللقاء، وكره ترجع سهله ودربكه ما كانش حظك خالص انك تطلعها كده، ولكن بقى كره بترجع سهله لملعب الكونغو من منتصف الشبكه وحائط صد قوي للاعب رقم 10 مانجا اوانا، واكيد هيتنبه عليهم بقى انه يلف وشه كده لحدود ملعبه. بدأوا كده يشجعوا باستفزاز شوية لفريق الكونغو الديمقراطية. نخلينا كلنا فاكرين ان اللقاء الختامي والنهائي لمنتخب مصر مع المغرب الساعة 7 على شاشات وقناة النادي الأهلي. اسقاط مع تميز واضح وتفاهم ما بين اللاعب ليندوي رقم 2 واللاعب رقم 10 مانجا اوانا. يتسع الفارق لخمس نقاط وستة الكاميرون واحد الكونغو. بدأت المباراة تاخد نفس طابع في الشوط الأول، الهدوء والسلاسة في الأداء والبساطة كده والأخطاء الساذجة ومزيد من الإهدار ومزيد من التفوق لفريق الكاميرون، ولكن طبعا اللي بيسهل لهم التفوق ده هو فريق الكونغو الديمقراطية. لسه ما جاتش وما اتقنش، كان على استحياء كده في بعض النقاط في الشوط الثاني اللي قدرنا نقول فيها ان في منافسه او في تألق من فريق الكونغو. ارسال ثاني واستقبال مزنوق وبيطلعها المعد وبتتدرب في حائط الصد، ولكن بدفاعات جيده وادي في مركز اربعه بيضربها بقوه جدا رقم سته باسكو كيفن، واللي بتحترق حوائط الصد الكونغوليه وياخد نقطه. والوقت المستقطع الفني الأول 8 الكاميرون 1 الكونغو. طبعا النتيجة تعكس سير اللقاء وتعكس الأداء لكلا الفرقتين، ولكن فريق الكاميرون ما نقدرش نحكم عليه لأنه ما ضغطش عليه بفنيات عالية. نقدر نقول أنه فريق متمكن، ولكن هو متمكن حتى الآن بضعف أو بقلة حيلة لاعبي الكونغو. طبعا انكشف اول ما لعب بقى مع منتخب مصر واتهزم 3-1، وكان هو تألق على فريق المغرب وفاز 3-1. ما زلنا في انتظار انتهاء الوقت المستقطع الفني الاول وتقدم لفريق المغرب لفريق الكاميرون عفوا بسبع نقاط 8 الكاميرون 1 الكونغو الديمقراطية. وستيفن على الإرسال، وفي سكرين كده معمول لستيفن عشان يلعب إرسال موجه في مركز خمسة. يا ترى يعمل كده بقى برؤية عالية ولا هيبوظ كل السكرين اللي معمول ده؟ وفعلا هو بيلعب سكرين وبيلعب الإرسال في مركز خمسة، وحائط صد بيأخر لكن فيها ملامسة ولقطه على طول أو مسكه على طول بقى كابتن وليد الخشن، وشاف كده باسكو كيفن وهو في ملامسة لحوائط الصد. مكاثة أبيد، إرسال سهل، استقبال جيد ومنطقة خلفية كانت واطية جدا وكان ممكن يعوروا فيها بعض. خلي بالك المباراة مش مستحملة وانت متفوق بفارق ست نقاط، ولكن بقى هم مصممين على الأداء بشو كده ممكن يدخل الكونغو الديمقراطية في الأداء والأجواء ويهدروا معاهم النقاط اللي هم محتاجينها، وهنشوف ده يحصل ولا ايه. وادي هنا فريق الكونغو مش قادرة تساعد نفسها تاني في مركز أربعة،
ولكن خارج الملعب شايفين اهو اهدار لمزيد من النقاط، لازم يتم التنبيه عليهم يا ألبرت ليتوانج. اهو بيقول لهم السكور، احنا محتاجين السكور. شايفين كده لسان حاله بقى بيكلم لعيبته ازاي. وادي هنا استقبال في مركز اثنين، وكره كده عن تريه طلع بدري قوي وسحب معاه الحواط الصد وعمل اسقاط، ولكن كان متاخر في الدفاع اللاعب رقم ثلاثة مكاسا من فريق الكونغو. ينتقل الارسال للكاميرون مانجا وانا رقم 10 مانجا وانا، ارسال خارج الملعب. ثلاث نقاط اهدار متتاليه من لاعبي الكاميرون باستعراض كده ملوش اي داعي ولا اي لازمه. كاندي اللي ظهر في الشوط الاول واختفى تماما مع الشوط الثاني والثالث لسه مش باين، وهنشوفه بقى هل هيتالق تاني مع بدايه الشوط الثالث ولا ايه. وادي ضرب بارتياحيه وباقتدار كده من حواط الصد الكونغوليه، وضرب مباشر على طول في المسافه ما بين خمسه مركز خمسه ومركز سته. الفارق مطمئن لاعبي الكاميرون 2-0 في الاصوات، والشوط الاخير فارق خمس نقاط. وادي ارسال كده بريست الايد واستهتار في الاستقبال، وكره ترجع اي حاجه مع حائط صد غير متقن واسقاط من عالي قوي طلع فوق، وكانت ايديه باينه ولكن بيقول لهم اهو انا ماسك المان بتاعي مش هقدر اروح للمعد. اللاعب رقم 14 اسامبا ايلي اللي اجت في الشوط الثاني، ولكن لسوء استغلاله بقى ما حدش عارف يستغله في المرحله دي، كره مش واصله خالص للمعد. وادي برده باداء مستهتر بالغ في الاستهتار بقى خمس نقاط بيهدرهم الكاميرون، صدقني هيندم عليهم جدا لو تساوى مع المغرب في حال فوز مصر باللقاء النهارده ان شاء الله. هيحس بقيمه اللي بنقوله له ده لما يلاقي النسبه بتاعته قلت في بسبب الكرات اللي اهدرها دي. وادي هنا استقبال جيد ومنتصف الشبكه بيطلع على طول ويخطف الكره قبل تكوين حواط الصد ونقطه مباشره. يعود باسكو كيفن للخطوط الخلفية وعلى الإرسال باسكو. إرسال سريع واستقبال جيد ومركز أربعة، نفس الآلية اللي بيلعب بيها فريق الكونغو. وادي تروح تاني بكرة بمركز أربعة بيعمل لها إسقاط من ثلاثي حائط صد ليس له أي داعي ولا أي معنى. كرة صعبة وبايظة تماما على فريق الكاميرون، بيطلع لها فريق الكونغو الديمقراطية ثلاثي حائط صد غير متقن وغير مبرر، وبتكون نتيجته اسقاط بنقطة مباشرة لفريق الكاميرون. 13-6 مع اتساع للفارق، وادي ارسال مسقط بنقطة مباشرة و14-6، وعدينا خلاص حاجز الدبل سكور او 8 نقاط تفوق وتألق لفريق الكاميرون، بتوديهم كده للفوز باللقاء بارتياح 3-0. وما زال فريق الكونغو لم يقدم اي اداء يشفع له في اللقاء سواء فنيا او مهاريا، ولكن هو بيحاول كده على استحياء بحماس في كوره او اتنين مش هتكون طبعا مؤديه الى نتيجه ايجابيه على المستوى الطويل، ولكن بيحاول يكسب بعض النقاط اللي بتؤهله للدخول في اللقاء. 7 الكونغو 14 الكاميرون. أسامبا إيلي لاعب مركز ثلاثة من فريق الكونغو، استقبال جيد وكرة في مركز أربعة بحائط صد مفرد من معد الفريق ليمبا سيدريك الكونغولي، ولكن فريق الكاميرون يتفوق ونقطة 15 بيقرب كده شوية بشوية فريق الكاميرون. إرسال سريع فلوتر مع الوسب واستقبال جيد ومركز أربعة ومن فوق حائط الصد بيضرب كده في الأطراف النهائية للندوي معد الفريق الكاميروني. راجع الإرسال ليمبا سيدريك 8 الكونغو 15 الكاميرون مع استقبال جيد وكرة من ظهره كده بتفاهم واضح، ولازم بقى يتم انذاره يا كابتن وليد اللاعب رقم 10 ده
بياخد كده صيحات غريبه الشكل في اوجه لاعبي الكونغو. اكيد انت هتلقطه بقى قبل نهايه المباراه كده وتنبهه عشان يتعلم. ودبل سكور او 16 الكاميرون 8 الكونغو بارتياح منقطع النظير لفريق الكاميرون وبدون اي صعوبه من خلالها لا نستطيع على الحكم على اداء لاعبي الكاميرون او على مستواهم، ولكن طبعا فريق الكونغو بيحاول على قد امكانياته يظهر الايجابيات بتاعته وبيضيع نقاط سهله خلت اداء الكاميرون متفوق حتى الان. 25-19 الشوط الاول و 25-15 الشوط الثاني، واعتقد سينتهي الشوط الثالث قبل حاجز ال 12 نقطة للكونغو. هنشوف كده هيكمل ويوصل ويعدي ال 12 نقطة ولا لا، ولكن بالمعدل اللي ماشي بيه فريق الكاميرون 4 نقط لنقطة بيتهيألي ممكن ينهي الشوط قبل ما يعدي حاجز ال 12 نقطة. إرسال فريق الكاميرون واللاعب ليندوي بيلعب إرسال فلوتر سريع ولكن سهل ومنتصف الشبكة بإسقاط، بيطلعها على طول لاعبي الكاميرون وترفع مركز 4 وبيضرب بقوة غاشمة كده في مركز من مركز 4 بتاخد إيد حوط الصد مايولا جون ونقطة مباشرة لفريق الكاميرون. 17-8 ووقت مستقطع بيطلبه أوكاندا في فرحة على لاعبي الكاميرون، ولكن طبعا هو بقى كده حقق 6 نقاط بفوزه النهارده 3-0 ومنتظر لقاء الذهب بين مصر والمغرب. طبعا نتائج الفرق كانت الكاميرون فازت في لقاء المغرب 3-1 واتهزمت في لقاء مصر 3-1، اما فريق الكونغو خسر مباراتين المغرب ومصر، وفريق المغرب له لقاء فوز مع الكونغو وخسر من الكاميرون 3-1، اما مصر فازت في اللقاءين مع الكاميرون والكونغو ويتبقى لها المغرب. وعلى الورق كده نبارك لفريقنا المصري، ولكن طبعا المباراه لها اهميه ولها تركيز خاص بالاخص انها مباراه نهائي وتسليم الذهب ان شاء الله والتاهل بالمركز الاول لبطوله كاس العالم. ارسال سريع واستقبال جيد ومنتصف الشبكه ولكن حائط صد. بص اللاعب رقم 10 ده بيصيح كده في اوجه اللاعبين، ولكن يعني هو ممكن ما يكونش متعمد قوي بس زادت قوي. ما زال الارسال مع ليندوي و18 10 فارق 10 نقاط. افتكروا كده قلت لحضراتكم الكونغو الديمقراطيه لا تتعدى حاجز ال 12 نقطه في الصوت ده، وفي لمس للشبكه حسبه الحكم الثاني وبيشير كده اللاعب رقم 1 ادم ابراهيم بيقول فعلا عليا انا اللي مس الشبكه. وطبعا جود جادج بقى الحكم الثاني حداد ادريس من المغرب. ارسال مع الكونغو مايولا زون، ارسال قوي واستقبال غير متقن واعداد اي حاجه في مركز 2 وبيحطها برست ايديه في ايد حوات الصد، ملامسه لحوات الصد. كره فيها تاتش على رقم 4 بيشير كده بكفاءه واقتدار الحكم الدولي وليد الخشن. ارسال سريع ودربكه مع خطا في الاستقبال من لاعبي الكونغو و19 9. وادي تبديلات بيعملها لاعبي الكونغو، خلاص بقى بيشارك كل لاعبيه ما عندوش خلاص امل في اي حاجه، بيلعب للمشاركه والتواجد. ما زال فريق الكاميرون متمكن من اللقاء، الأسد الكاميروني ماسك اللقاء بين أنيابه كده ومش بيفرط فيه. مع طبعا دخوله في الشوط الثالث كان في شوية استهتار ولكن رجع تاني وحقق الفارق، وأدي كرة من مركز 4 وضرب ولكن مأخر حلو قوي اللاعب رقم 9 ده وعجبني أداؤه ستيفن
ترجع تاني الملعب الكونغو في مركز اربعه تاني، وحائط صد متمكن ولكن باقتدار يرجعها على طول لاعبي الكونغو، وتتشد فين؟ في مركز اتنين، وتاخد ايد حائط الصد، ونقطه ممتعه. وقد ايه بقى لو اللقاء كله على كده، وادي شايفين المدرب البرت ليتوانج بيشجع نفسه ويشجع فرقته وبيعمل كده حركات بهلوانيه شويه ولكنها تدل على حماسه وعلى فرحته بالفوز. ارسال في الشبكه المره دي يا ستيفن، يرجع الارسال لكاتومبي، لاعب طويل القامه كان ارساله صعب قوي، ضيعه بسهوله في الشوط الاول والثاني. وادي هنا اسقاط، وواقفين خلاص لاعبي الكونغو بيتفرجوا كده على الكوره وبيشجعوا بقى اللعبه الحلوه. و22 10 ما عندهمش خلاص حاجه يقدموها، وهنا المدرب كده على استحياء اوكاندا بياخد بقى الوقت المستقطع اللي فاضل له عشان يقول ان هو بذل كل ما يستطيع، ولكن الاوراق اللي معاه مش بتساعده. خدوا بالكم في حاجات كده، وفي اوقات بيطلب فيها المدير الفني وقت مستقطع مش لتعديل النتيجه ولكن للحفاظ على ماء وجهه بس مش اكتر. وده اظن ان مع الفارق الكبير 12 نقطه فالمدرب اوكاندا عمل كده، بيقول لهم انا بحاول اهو مع فرقتي لاخر لحظه. فرقه الكاميرون بقى على النقيض خلاص قعدت ومسلمه كده الدنيا، وخلاص هم فايزين 2-0، وده المنعطف الاخير للشوط الثالث واللقاء. فارق 3 نقاط تفصلهم عن الفوز باللقاء، واداء مش هنقول عليه ممتع ولا راقي ولكن هنقول عليه على قد اللي مطلوب منهم عمله، والمطلوب منهم في اللقاء ده كان الفوز ب3 أصوات نظيفه ومحاولة الحفاظ على 3 نقاط وفارق في النقاط، وده اتحقق بيتهيألي الهدف بتاعهم. وبكده هم يبقوا عملوا اللي عليهم، ومستنيين بقى هيشوفوا النهارده نتيجة المغرب ومصر. وادي كرة كده خلاص، دي بقى حلاوة روح اللي بنقول عليها، وضرب كده وكانت خارج الملعب ولكن في ملامسة لحوائط الصد للكرة. اللاعب رقم 11 من الكاميرون ديفو سبونين، كان دي اللي اختفى تماما بعد الشوط الاول، كان تألق كده في 4 5 كرات هجوميه ضربهم وحقق بيهم نقاط مباشره، ولكن اختفى تماما في الشوط الثاني والثالث ومفيش بقى اي اداء لفرقته. وهنا كده اللاعب رقم 1 ادم ابراهيم، ولو انا من المدرب البرت ليت وانج لازم ابدا اعلم لاعبتي عدم المرونه او الرعونه وعدم الاستهتار، وان هم كل نقطه بيلعبوا عليها لان ده هيفرق معاهم، ولكن هم لسه صغيرين ولازم حد يعلمهم الكلام ده. وكره هنا كانت مزنوقه وبيدافع عليها فرقه الكونغو ولكن خلاص خارج حدود الملعب مش هيقدر يرجعها. و 24 ولا ايه 23 الكاميرون 12 الكونغو، نقطتين تفصلنا عن اللقاء وفوز الكاميرون. ارسال مع الوزب قوي بنقطه مباشره يمكن يصحي الناس بقى في نهايات الشوط الثالث ونهايات اللقاء، ان احنا كان عندنا اداء اقوى من كده ولكن الفريق اللي قدامنا مش قادر يخلينا نطلع ادائنا. وشوفوا حتى انا عندي ارسال قوي اهو، ولكن كان فين يا راجل الكلام ده من بدري. وادي ارسال تاني هيلعبه ادم، وارسال قوي فعلا ولكن خارج الملعب المره دي يا ادم. و24 13 ونقطه واحده تفصلنا عن نهايه اللقاء وفوز الكاميرون 3-0. بالك ارسال عادي واستقبال وفي مركز أربعة وحائط صد كده مع درباكة، ولكن في النهاية نقطة لفريق الكونغو. عجبني التكوين الجسماني للاعب رقم 14 ما شاء الله، طول الأطراف وطول القامة والقوة البدنية، ولكن لسه ناقصه كتير قوي. وما أظنش يعني هنقول عليها كده 24-14 وبيطلب تايم اوت في الوقت ده، يعني مش حلوه شويه من مدرب الكاميرون، ولكن طبعا دي اوراقه وهو متاح له يعمل كل حاجه في اطار القانون. ولكن بقى هو كده بيموت خلاص اللي فاضل عند فرقه الكونغو، وبيقول لهم انا يعني هاخد بس عشان اهدي الدنيا مش اكتر، ومستني هو نهايه اللقاء بضياع ارسال مباشر من فريق الكونغو. يمكن ده هدفه في
حصوله على الوقت المستقطع الثاني اللي غير مبرر تماما بعد تقدم بعشر نقاط، ولكن طبعا زي ما قلنا متاح له يعمل كل اللي هو عايزه في اطار استخدامه للقانون والادوات بتاعته. وهو يمكن وقت مستقطع نفسي شويه ياثر بيه على نفسيات الفريق الاخر، وده طبعا مشروع ومتاح طالما لم يتجاوز حد القانون او الاخلاق. تاني هو ارسال مع بلك، يا ترى يا بلك ضايع ولا ايه؟ لا ارسال سهل واستقبال جيد ومنتصف الشبكه وضرب صاعق، ولكن دفاعات جيده والله لموجيني، وترجع تاني من الكونغو الديمقراطيه وبيلعبوا حتى النقطه الاخيره. وادي الجمله الخططيه اللي عمال يحرجم عليها من بدري فريق الكاميرون، وفوز مستحق 3-0 على الكونغو الديمقراطيه. مبروك للكاميرون، باد لك للكونغو، وطبعا بقى ده اليوم الختامي ليهم، ومستنيين مع بعض نفتكر مباراه المغرب ومصر الساعه 7. على امل اللقاء بكم دائما، استمتعنا مع ومع قناة النادي الأهلي، شاكرين لكل من أقام وكل من نقل المباراة والقائمين على الإعداد والإخراج، ومحدثكم عزب الشربجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.